أهلا بكم في هذه النشرة من ريبورتر. أنا عمر داود وإليكم أبرز العناوين. مقتل قيادي فلسطيني في فتح وسط تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان. ودول الخليج تحذر إيران من عواقب سياستها الخارجية ودعم الإرهاب. موقع ريدت للتواصل الاجتماعي يعتزم تسليم السلطات الأمنية الأمريكية معلومات شخصية تخص المستخدمين. قتل شخص وأصيب آخرون في إطلاق نار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان بعد اشتباك جماعتين متناحرتين للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن حسين عثمان عضو حركة فتح قتل في اشتباك يوم الجمعة مع جماعة تطلق على نفسها اسم جند الإسلام في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين. ومن بيروت معنا عبر الهاتف المحلل السياسي أنطوان عون. سيد أنطوان، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات الاشتباك في مخيم عين الحلوة؟ نعم، الآن الوضع يمكن أن يطلق عليه الهدوء المشوب بالحذر. الكل يترقب ردود الأفعال من مختلف الأطراف، ويتوقع أن تستأنف الاشتباكات. نسمع بين آونة وأخرى أصوات متقطعة لإطلاق الرصاص من هنا وهناك، لكن حتى الآن الوضع يمكن أن يوصف بالهادئ والمشوب بالحذر. سيد أنطوان، ما هي الغاية المرجوة من هذا الاغتيال؟ نعم، أعتقد أن هذه الحادثة هي تأتي في سلسلة الحوادث التي سبقتها والتي يمكن أن تليها بين الفصائل الفلسطينية في إطار العنف والعنف المتبادل. ربما بل أكاد أكون متأكد أن هنالك حوادث ستأتي ردا على هذه الحادثة أو ردود أفعال انتقامية لهذه الحادثة. نعم سيد أنطوان، شكرا لك، كنت معنا من بيروت. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يوم الجمعة إن دول الخليج العربية مستعدة لمواجهة إيران بشأن سياستها الخارجية، وإن على طهران التخلي عن دعمها لمنظمات تصفها دول الخليج بالإرهابية في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستنظر في المخاوف الإيرانية الناجمة عن عدم قدرتها على الاستفادة من تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وقال أوباما في مؤتمر صحفي إن إيران التزمت حتى الآن بنص الاتفاق، لكن روحه تضمن إرسالها إشارات إلى المجتمع الدولي وقطاع الأعمال بأنها ستنأى عن التصرفات الاستفزازية. نشرتنا متواصلة بعد الفاصل، وفيها: بعد حروب استمرت قرابة 20 عاماً سيارات الأجرة تعود إلى العاصمة مقديشو. أهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق تونس قرب الحدود الليبية، وذلك لأن جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تستهدف قوات الأمن والمواقع السياحية التونسية في المنطقة. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس الصحفي مجدي عميرة. سيد مجدي، ألا تعتقد أنه آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تأخذ موقفا حازما تجاه تنظيم الدولة الإسلامية؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدعي أنها تقوم بإجراء أو بإجراءات حازمة تجاه هذا التنظيم الإرهابي، لكن في الحقيقة ممارساتها في بعض الأحيان لا تشي بذلك. وأنا أعجب أن تقوم الخارجية الأمريكية بإصدار بيان تحذر فيه رعاياها من التواجد في مناطق معينة في تونس دون الرجوع إلى الحكومة التونسية ودون التعاون مع الحكومة التونسية. إذا كانت الخارجية الأمريكية وإذا كانت الحكومة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب، عليها أن تشارك بفاعلية مع شركائها في هذه المهمة، لأنها لوحدها لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية. ما مدى تأثير هذا التحذير على الحركة السياحية في المنطقة وفي تونس ككل؟ الوضع الراهن لا يوجد فيه ما يدعو للقلق. هنالك العديد من السياح الذين يتوافدون على تونس يوميا، وشهدنا في الربع الأخير زيادة في أعداد السياح كبيرة. وكما نعرف أن السياحة هي عصب الاقتصاد التونسي،
وعموده الفقري، لذلك الحكومة معنية بوضع كل الأسس والإجراءات والخطط الكفيلة بتنشيط هذا القطاع ودعم أدائه في الموازنة. الصحفي مجدي عميرة من تونس، شكرا جزيلا لك. فوجئ مستخدمو موقع ريدت للتواصل الاجتماعي بإجراء السلطات الأمنية الأمريكية تغييرا أثار قلقهم من مستوى الشفافية في هذا الموقع، لا سيما ما يتعلق بالإجابة على أسئلة تخص الأمن القومي. وأبلغت إدارة الموقع مستخدمي ريدت أنها قد تتلقى طلبا بتسليم بيانات للمستخدمين إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، عارضة سلسلة من الطلبات تلقاها الموقع لتقديم معلومات عن مستخدمين. إلى الصومال، حيث انطلقت خدمة جديدة لسيارات الأجرة لأول مرة في العاصمة مقديشو بعد حروب استمرت قرابة 20 عاما، جعلتها من أخطر الأماكن في العالم. ويعكس المشروع تحسنا تدريجيا للأوضاع في المدينة، ويقول مؤسس الشركة إن هذه الخدمة تسهم في تسهيل نقل الركاب في أنحاء مقديشو كافة، علاوة على فرص العمل التي توفرها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين: مقتل قيادي فلسطيني في فتح وسط تواصل الاشتباكات في عين الحلوة بلبنان، ودول الخليج تحذر إيران من عواقب سياستها الخارجية ودعم الإرهاب، موقع ريدت للتواصل الاجتماعي يعتزم تسليم السلطات الأمنية الأمريكية معلومات شخصية تخص المستخدمين. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.